بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الحلقة النهاردة هتكون تحت العنوان HTML Page Structure. اللي هنطلع بيه من الحلقة ديت ان احنا نحط التاجز بتاعت ال HTML، العناصر الأساسية بتاعت صفحة الويب اللي احنا هنحاول نعمل لها ستايلنج في الحلقة اللي جاية ان شاء الله. فالحلقة ديت هتكون مبنية على شوية التاجز اللي احنا هنكتبها في الاديتور، تكست اديتور اللي احنا اخترناه ان احنا نشتغل عليه علشان نستايلها الحلقة اللي جاية. طيب، بما ان احنا هنشتغل على تو كولومز لاي اوت، عمودين، وكان في الاستراكشر بتاعتنا بيقولوا ان احنا هنشتغل على عمودين وفوق هيدر وتحت فوتر. يعني الموقع بتاعنا بيتكون من كام؟ من هيدر وعمود على اليمين وعمود على الشمال وفوتر، يعني بيتكون من 4 أجزاء رئيسية. طيب بصوا يا جماعة، أول حاجة راح نعملوها إن احنا هنحاول نعمل الاستراكشر بتاعت الفولدرز بتاع الويب سايت تبعنا. هنروح نعمل نيو فولدر يا جماعة، امسي إن أي مكان، في أي مكان براحتك، وهنسمي الفولدر ديت ويب سايت. اوكي جميل، هنفتح الفولدر ديت يا جماعه ونروح نعمل جوه منه نيو فولدر تاني. تمام، اوكي، وهنسمي النيو فولدر ديت يا جماعه assets، assets. assets يا جماعه معناها الملحقات وشويه الحاجات اللي هيتكون منها الويب سايت تبعنا. اوكي جميل، احنا بنحاول نعمل استراكشر بالظبط لشكل الويب سايت. لو انا حبيت اعمل ويب سايت يعني المفروض يكون فيه ايه وايه. الامر ديت يا جماعه نسبي، يعني في ديزاينرز ما بيشتغلوش على الفولدر بتاع الاسيتس ده، بيعملوا الفولدرز بتاعتهم من جوه. في ديزاينرز لا، بيقول لك لا انا اعمل اسيتس وبعدين احط جوه منها المكتبات بتاعي، وهكذا الامر يعني سيان. انا بنشتغل على الحاجه اللي هي ممكن تكون الوايدلي وايد، الحاجه اللي الناس كتير شغاله عليها. انا هفتح الفولدر بتاع الاسيتس ده وابتدي اعمل نيو فولدر تاني، والنيو فولدر ده انا هنسميه ايمج، اي ام جي. ده الفولدر ده هحط فيه كل الصور الخاصه بالويب سايت تبعي. تمام، واروح اعمل برده نيو فولدر تاني وانا نسميه ستايل، وده هيكون فيه كل الستايلات او كل ملفات السي اس اس اللي انا هنشتغل عليها. بس اكشوال انا مش هشتغل على حاجه ثانيه، انا مش هشتغل على فونتس، مش هشتغل على جافا سكريبت، مش هشتغل على الحاجات ديت، لكن المكتبات بتاعتنا ديت يا جماعه وقت ما احنا نحتاج ان احنا مثلا ندرج حاجه، ندرج مكتبه نورمالايز، ندرج اي حاجه ثانيه، هنحاول نحطها فين؟ في مكانها المناسب، او نعمل لها الدايركتوري بتاعها. تمام، اللي احنا بنعمله ده بنعمل استابليشنج للدايركتوري، او بنحاول نجهز حالنا ل الموقع لما نيجي نرفعه على السيرفر تبقى الامور مظبوطه. كل اللي احنا محتاجينه ان احنا بس نفك الضغط او نضغطه ونبتدي نرفعه على طول. تمام يا جماعه، اوكي، يبقى انا عملت ويب سايت من بره. الويب سايت ده فيه فولدر اسمه اسيتس، جنب منه هنا هيكون في ملف الاندكس ال HTML، جوه الاسيتس في ايمج، هنا هحط الصور بتاعي عشان انا محتاج صور، وهنا هنحط الستايل. يقول الستايل ده هيكون في ملف ايه يا جماعه؟ ملف ال CSS. اوكي اكسلنت، ممتاز. انا نروح نشتغل على التكست اديتور اللي انا هنشتغل عليه. التكست اديتور يا جماعه اللي احنا اللي انا هشتغل عليه اسمه اتوم. الامر ده نسبي، الناس اللي عايزه تكمل على نوت باد بلس بلس اب تو يو، انا ما عنديش اي مشاكل فيها خالص. الامر ده يعني ايه؟ يرجع لك يرجع لحضرتك بالكامل يعني. بس اكشولي البراوزر ده الاديتور ده بيديني شويه صلاحيات او شويه فيتشرز كده جميله ولذيذه، لكن الامر طبعا بيرجع لحضرتك في الاول وفي الاخر. للناس اللي عايزه تعمل داونلود للبرنامج ده هيكون في لينك في الديسكريبشن، وهيكون في لينك في الريسورسز يا جماعه. وجاست انت اكتب على جوجل، سيرش على جوجل اي تي او ام تكست اديتور. تمام، ده فري برضه، اوبن سورس، والامور تمام يعني. هنروح على قائمه فايل ونروح نعمل يا جماعه اوبن فولدر عشان نفتح الفولدر بتاع الويب سايت تبعنا. اهو عارف اهو ان انا موجود في ويب سايت، وتمام اوكي. انا هقول له اه تمام، سيلكت الفولدر ده. هيفتح الويب سايت، هيلاقي فيه الاسيتس، جوه الاسيتس في الايمج، وجوه الايمج في والستايل. تمام، طبعا الكلام ده فاضي ما فيهوش حاجه. انا هروح على الويب سايت، عند الويب سايت ديت، وابتدي اختار من فايل، هعمل نيو فايل. تمام اوكي، والنيو فايل ديت يا جماعه دونت سيف، انا هكتب فيه اي شيء، مسافات، اعمل كنترول اس، وده هسميه اندكس دوت اتش تي ام ال. ديت هتكون صفحه الاندكس بتاعي يا جماعه، واعملها سيف. اهي يا جماعه بقت صفحه الاندكس على حيز الاسيتس، يعني هي مش جوه الاسيتس، لا ديت جنب منها. يعني لو الناس شافت الدايركتوري بتاعنا مره ثانيه، لو انا رجعت على الديسك توب واخترت الويب سايت
بتاعنا هي اسيتس، وجنب منها الاندكس يا جماعه. اوكي تمام. اوكي قصتي بقى يا جماعه اني طيب اوكي انا نكمل بقى بالمره عشان ادرج ملف الستايل. اوكي انا جوه الستايل هنا واقف عندها واعمل من فايل واعمل نيو فايل ومسافات اي شيء واعمل كنترول اس احفظ جوه الاسيتس جوه الستايل، وده انا نسميه يا جماعه ملف السي اس اس، ده انا نسميه المين دوت سي اس اس، ملف الستايلات الجلوبال، ملف الستايلات العام يعني. تمام الستايلات بتاعتي انا اللي انا هعملها، مش الستايلات اللي انا اجيبها من بره ولا اي حاجه، لا ده الستايلات اللي انا هنشتغل عليها بس. اوكي انا كده جهزت حالي، طبعا انا مش حديثي هيكون خالص على النهارده على الملف المين دوت سي اس اس، الحلقه اللي جايه يعني نتكلم عن المين دوت سي اس اس، حديثي النهارده عن ملف الاندكس وتاتش نيمل. اوكي رايت وهنبتدي كودينج يا جماعه من الصفر من الاول خلاص اهو. اول حاجه راح نعملها كالعاده الدوك تايب يا جماعه. اوكي طبعا ما حدش يقدر يقلل من قيمته، دي او سي تي واي بي اي دوك تايب و اتش تي ام ال، واقفل القصه بتاعي ديت يا جماعه دوكيومنتيشن، ده اللي بيحدد نوع الوثيقه، والدوك تايب ده بتاع اتش تي ام ال 5، ويا جماعه هو بيكتب بالشكل ده، بيكتب ده الستاندرد الستايل بتاعه، ان انت بتكتب الدوك تايب كابيتال كل حروفها و اتش تي ام ال بتكتبها سمول، وده بيتكتب في الروت اول حاجه خالص، بتتكتب حتى قبل الروت تاج، قبل الروت تاج اتش تي ام ال و اتش تي ام ال بدايه ونهايه. طبعا اكشولي احنا راح نشتغل يا جماعه على موقع عربي تمام، فانا هحط ضاير لملف ال HTML تبعي تمام، واقول له RTL الدايركشن بتاعي هيكون من اليمين للشمال، وهبتدي اشتغل على القطعين الهيد بدايه ونهايه. والبادي نفس الفكرة بداية ونهاية تمام. انا هندخل بقى نستايل على الهيد، وفي الهيد انا اول حاجة راح نعملها التايتل، التايتل بتاعي انا هكتبه مثلا فيكسد لاي اوت fixed layout بس كفايه كده. اوكي تمام انا منسيف اول باول، بعدين خلونا نكتب وسم الميتا، ميتا تشارست الكاركتر ست يا جماعه تمام، دايت هيكون يو تي اف 8 علشان ترميز اللغه العربيه. اوكي ومعايا بعدين اللينك تمام وبنمشي. اوكي مفيش مشاكل، لينك ريل بيساوي انا هقول له ستايل شيت عشان اربط بيها ملف ال CSS بتاعي، وال H reference بتاعي بيكون عباره عن المين، وانا مش انا مش المفروض ما اكتبش مين بقى، المفروض اني اكتب الدايركتوري بتاعي ها كله كامل، يعني الصفحه بتاعتي اللي هي الان اللي اكتب له دايركتوري كامل، اكتب له الاسيتس بعدين سلاش جوه الاسيتس اكتب له الستايل، وبعدين لغايه لما اوصل لملف المين، فعشان كده انا هكتب له بقى الاسيتس وبعدين سلاشة وبعدين ستايل، الفولدر اللي اسمه ستايل، بعدين اعمل لوجن جوه الملف جوه الفولدر بتاع الستايل، اختار لي بقى مين دوت سي اس اس تمام. وبس انا كده خلصت الربط، او نكمل بقى النقطة الثالثة، ناخد الريل والاتش ريفرنس ومعايا التايب. طيب اوكي طيب بتساوي تكست على سي اس اس. اوكي تمام انا مش هكتب حاجه تانية في الهيد يا جماعه تمام كده. نبتدي بقى نشتغل على البادي. اوكي جوه البادي اول حاجه انا نبتدي نعملها يا جماعه اني اعمل اول ديفيجن. اوكي ادي اول ديف، الديفيجن ده انا طبعا هشتغل على ديفيجنز، عندي كام قسم للصفحه بتاعي؟ عندي اربع اقسام، فانا هبتدي انسخ اربع ديفيجنز. اول ديفيجن ده يا جماعه هندي له الكلاس
هيدر، يعني انا نسميه هيدر، وده هيكون الهيدر اللي فوق اللي انا كنت حطيته في ملف الالستريتور اللي هو كان معرفش عرضه تقريبا كان 90 او 100 بيكسل. المهم ده هيكون الهيدر بتاعنا، والهيدر ديت يا جماعه اكشولي مش هيكون في حاجه غير اتش واحد وفيها كلمه بالعربي هي كلمه موقع تجريبي بس. اوكي تمام، وعلشان انا ما انساش توظيف دور الكومنتنج الكومنتات يا جماعه، فانا هشتغل دايما على انا هشتغل دايما بكومنتاتي. اوكي تمام، يعني انا اي نعم مش هتظهر دور الكومنتات جامد دلوقتي، بس هي يعني مش عايزين ننساها، هي مهمه جدا خصوصا ان انت مش راح تشتغل لوحدك على الكود. تمام، انا هقول هيدر ستارت هير. تمام، يعني الكومنتات يعني يا جماعه ما لهاش طريقه تكتب بيها، انت بتكتبها زي ما انت عايز، لا الامر كله بيرجع لحضرتك في الاول وفي الاخر، يعني كل واحد بيبقى ليه طريقه، انت اختار الطريقه اللي تريحك. انا عن نفسي هختار القصه ديت اني اعمل كل ديفيجن اعمل له ستارت واند علشان انا ما توهش، وكمان بعد الاند انا افصل بمسافتين يعني. تمام، يعني كده انا بيجي من السهل جدا اني اعرف ادي الهيدر بتاعي ادي اوله فين واخره فين والامور تمام يعني. تمام كده اسهل كتير خالص من ايه من بدل ما انا اتوه او ان الامور بتاعتي ما تبقاش مظبوطه او كده. اوكي ده بالنسبه لاول ديفيجن معانا بيكون عباره عن ديفيجن خاص بالهيدر. تمام، الديفيجن الثاني يا جماعه بيكون عباره عن ايه؟ هناخد الديفيجن الثاني اللي هو بيكون الكولومن اللي على الناحيه اليمين. اوكي هنعمل له ديفيجن لوحده. ويدي له لي كلاس. وانا هسميه رايت داش كولومن. ده عشان ياخد العمود اليمين. و الديفيجن ده يا جماعه انا هحط فيه اتش 2، يعني انا هحط فيه حاجتين اتنين، هحط فيه عنوان رئيسي اتش 2 و باراجراف وصم باراجراف جايبه من لوريم ابسوم يعني يا جماعه، يعني انا مش هحط فيه يعني عشان بس منوفر على الناس، بدل ما كده كده الناس تعرف تجيب النصوص من لوريم ابسوم ما عندهاش مشاكل في القصه ديت يعني. تمام، انا بحفظ اول باول يا جماعه. ديت شكل الوثيقه بتاعي اهو، ديت اتش 2 ونص من لوريم ابسوم. طبعا انا هكررها 3 مرات، شيفت اند كنترول كنترول زد كنترول سي اند انتر في انتر في. تمام، كنترول اس. انا كررت النص ده 3 مرات. انا مش عايز اقول دلوقتي انا مش مهتم جامد بالمحتوى يعني. تمام، بقدر ما انا مهتم باللاي اوت بتاع الصفحه بتاعي. اوكي، ومش هنسى برضو دور الكومنتنج بتاعي زي ما انا كنت عملت هنا، هيدر ستارت هير كنترول سي. انا هعمل نفس القصه هنا، هقول والله يا جماعه ديت الرايت كولومن ده ستارت هير، هاخده اسمه كوبي عشان انا ما اتلخبطش، ادي كنترول في وكنترول اس، وافصل كمان بمسافه تاني واخد الكومنت ده كوبي كنترول سي وانزل عند اخر الديفيجن واعمل كنترول في واطلع لبره شويه، وانا بحاول ازيح النص عشان يعني الامور تبقى مظبوطه او ما فيش حاجه تبقى جزء من حاجه تانية يعني. اوكي، ونزق الكلام ده كله جوه شويه عشان يبان الكومنت قبل الكونتنت عشان برضو الواحد ما يتلخبطش. نفس الكلام اللي انا عملته في الرايت كولومن يا جماعه هعمله في الليفت كولومن، بس انا عايز اعمل ايه؟ ان النص اللي على اليمين هيكون فيه كميه، او الكولوم اللي على اليمين يا جماعه هو اللي هيكون حجمه كبير، فهيكون فيه المحتوى بتاعه كبير شويه اكتر شويه. فانا عندي اتش واحد، يعني عندي ثلاث عناوين، انا هكررهم كمان مره ثانيه يا جماعه. اوكي، شيفت اند ادي كنترول سي اند انتر كنترول في. تمام، انا يهمني ان يكون اللاي اوت ده يكون يعني غزير بالكلمات بالنصوص. تمام، هنحط فيه صور برضو يعني. الرايت كولومن اللي على اليمين ده هو اللي هيبقى فيه الكلام الكتير. هروح انا اعمل ديفيجن مره تاني زيه بالظبط، يعني انا هاخد الكلام ده كله بكوبي. تمام، كنترول سي، وهل ساجو بقى بكنترول في،
وهشيل منه شوية نصوص. انا طبعا مش عايز الكلام ده كله، انا هخليهم ثلاثة بس، اتش اتنين اتش اتنين اتش اتنين والبي. شفت انت، هحذف الباقي وخليهم هما ثلاثة بس، تمام. وده بقى مش هيكون الرايت، ده هيكون الليفت كولوم. وعشان الكومنتنج هاخد الكلام ده بكوبي واحطه مكان الجزئية اللي فوق، ببيست ونسيف. نفس الكلام هنا، ببيست ونسيف ليفت كولوم. اوكي، انا مش هشيك جامد على النصوص برضو، النصوص انا يمكن حضراتكم مش شايفين اني انا كاتب محتوى يعني، بس الكلام كله جاهز. ما انا مش عايز اقول ان انا ما يهمنيش المحتوى دلوقتي، انا مش بركز على المحتوى أنا بقدر ما انا بركز على اللاي اوت بس. كده انا عملت ثلاث اجزاء، يتبقى معايا الجزء الاخير اللي هو بيكون عباره عن الفوتر، وده برضو هعمل له ديفيجن لوحده. والديفيجن ديت هديله لكلاس فوتر، وهعمل فيه برضو هو على سبيل انها تكون اجل شوية يعني اتش 3، تمام. وهكتب فيه كلمة بالعربي برضو جميع الحقوق محفوظة للمصمم، تمام. وانا هبتدي اعمل كنترول اس، ومش هنسى برضو الكومنت بتاعي اللي انا بنحطه، هناخد من ديت كنترول سي وانتر انتر كنترول في ديت عشان تمشي على نفس النسق، وديت هتبقى فوتر. انا اكتب فوتر ستارت هير، واخدها اخد الكلام ده يدخل لجوه شوية بتاع، واخد الكلام ده بكوبي وانزل تحت الديفيجن ده واعمل بيست، تمام. باك، وديت هتبقى الاند النهايه بتاعت الفوتر، وابتدي اعمل كنترول اس. كده الى حد ما الصفحه بتاع ملف الاستراكشر بتاعي موزون وما فيهوش مشاكل. اللي انا عملته، عملت دايركشن، دي التايتل، الميتا تشار سيت، عملت لينك ربط، البودي عندي هيدر، في كلمه في عنوان، في موقع تجريبي او كومنتاتي، عندي العمود اليمين اللي هو فيه النصوص الكتيره، تمام. حطيت في اتش 2 ست عناوين فرعية أقل من العنوان الأساسي اللي هو بتاع العنوان الموقع، وست باراجرافات، كل عنوان واخد تحت منه باراجراف. والعمود اللي على الشمال ده اللي هيكون أقل شوية في النصوص، حطيت فيه ثلاث عناوين بثلاث باراجرافات، ومن تحت خلاص بيكون عندي الفوتر. وقفلت، خلصت ملف ال HTML تبعي. جاست إني نروح نشوف نعمل بريفيو للصفحة. والصفحة بتاعتي اهي، واخد ال RTL وموقع تجريبي والعناوين كلها تحت بعض. طبعا ما بنتش القصة بتاعت اللاي اوت دلوقتي، ما بنتش العمودين خالص. طبعا العمودين دي هتيجي لما نشتغل على الفلوتنج ان شاء الله باذن الله في ال CSS. انا كده تمام في ملف الاستراكشر بتاع ال HTML بتاعي، ونبتدي ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه هنشتغل على الريستايلنج ملف السي اس اس. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.